انتبهوا بارك الله فيكم في الآية 33 إلى قول الله تبارك وتعالى: والليل إذ أدبر. إذ أدبر هكذا هي، وقرئت في بعض القراءات إذا دبر، فلا يثرب أحد على الآخر، كل يقرأ كما تلقى وكما أخذ عن شيوخه برواية أهل بلده. في قوله تعالى في الآية 35: إنها لإحدى الكبر. الكبر عندنا بضم الكاف، الكبر يعني الناس بيقولوا أحيانا الكبر، هذا غير صحيح، الكبر بضم الكاف، فانتبهوا لهذا أكرمكم الله، والله يتقبل منا ومنكم يا رب. في قوله تبارك وتعالى في الآية 42: ما سلككم في سقر. هنا عندي كافان متتاليتان في هذه الآية، سلككم سلككم، فيجب مراعاة ذلك وإعطاء الكاف الأولى فتحتها وبعدين الكاف الثانية مضمومة، ولا نقول ما سلككم، هذا غير صحيح، لا يجوز في رواية حفص ولا في رواية ورش ولا في رواية قالون ولا غيرها من القراءات، إنما هذا جائز في بعض القراءات الأخرى. فكل يقرأ كما بينا لكم، كل يقرأ كما تلقى. في قوله تعالى في سقر، ساق عندنا حرف السين وحرف القاف، في سقر عندنا السين مرققة والقاف مفخمة، فأعطوا السين ترقيقها والقاف تفخيمها، ولا نقول في سقر ص ص ص، لا س س، لابد من الترقيق بوضوح. في قوله تعالى ولم نكن نطعم المسكين في الآية 44، الميم هنا مكسورة، وهذا يعني قد يكون معروفا وظاهرا، لكن في الحقيقة أنا سمعت من يقرأ هذه الكلمة المسكين، يعني هذه في بعض اللهجات المحلية ليست في اللغة العربية، المسكين بكسر الميم، فاكسروا الميم بارك الله فيكم ولا تقولوا المسكين، المسكين. ولم نكو نطعم المسكين، ولم نكو هذه نكو فقط، ولا نقول نكو، أصلها طبعا نكون فصارت نكن ثم حذفت النون للتخفيف وصارت ولم نكن نطعم المسكين. طيب، في قوله تعالى في الآية 50: كأنهم حمر، انتبهوا حمر، الحاء مضمومة، الميم مضمومة كذلك، والراء مضمومة ضمتين، فلا نقول كأنهم حمر، حمر بسكون الميم هذا غير صحيح، حمر حمو، انتبهوا لهذا بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، كأنهم حمر مستنفرة، هكذا بكسر الفاء في رواية حفص عن عاصم. كذلك في كلمة قسورة حرف السين، لا نقول قسورة قسورة، لا قسورة، القاف مفخمة والسين مرققة، قسورة بهذه الطريقة. في قوله في الآية 52: منشرة منشرة، النون مفتوحة والشين مشددة بالفتح، صحفا منشرة صحفا منشرة، فيدرك هذا بارك الله فيكم. وهذه تقريبا هي الأمور التي نكتفي ببيانها وتوضيحها في هذه الآيات الكريمات.